السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ مساكم بخير وطيبين. معاكم الأستاذ القدير الموديل الوسيم عارض الأزياء العالمي عبدالله الجميل. باب خلصت من ذقني أخيرا. أحس أني صرت كذا عسكري في الجيش الأمريكي عام 1980، صح؟ ما تلاحظون ذا الشيء؟ تشبيه متعوب عليه، يستاهل لايك. anyway شباب، ايش عندنا اليوم؟ اليوم وصلتني هذه الشحنة من موقع iHerb. طبعا في واحد فيكم دحين قاعد يتابع هذا المقطع يقول يا ولد اخلص علينا، متى الاعلان؟ اعتقد موقع زي iHerb ما يحتاج انه انا اعلن له. وصلتني طبعا في هذه الشحنة يعني بعض المنتجات يعني اللي تعتبر غريبة شويتين، معظمها كذا منتجات بنكهة العنب، اوكي؟ وبحكم انه iHerb يعني موقع امريكي وانا انسان يعني ليفل الدعم عندي يعني مرتفع، فقلت مو بس يعني والله بستعرض منتجات من موقع iHerb، لا، رحت لسوبر ماركت محلي اخذت من عنده يعني بعض المنتجات اللي فيها برضو نكهة عنب وتوت. زي عندي مثلا هذا الشيء يعني مزيل عرق، لا تسألوني كيف مزيل عرق. عموما أبجرب في هذا الفيديو أستعرض المنتجات ونشوف يعني إيش الأشياء اللي وصلتنا. طبعا كلها منتجات غريبة يا شباب، خلينا ندخل على الفيديو. قبل ما ندخل كالعادة حطوا لايكات، اشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، ويلا خلينا ندخل على الفيديو. Let's go. طيب أول شيء أبدأ يعني بفتح الكرتون هذا. عندي هنا طبعا أسوأ شيء يعني ممكن تسويه إنك تفك شحنة بمقص، ولكن طيب بسم الله. الأغراض اللي عندي هنا كلها لونها بنفسجي. أول شيء عندي هنا حاجة اسمها باور باك. الفكرة إنه هذا الشيء أعتقد إن ما خاب ظني إنه عبارة عن مكملات. يا هذا الظرف فيه له جرعة تقريبا 1200 ملي جرام من فيتامين سي وبعض المعادن والفيتامينات. هذا الشيء من المفترض يعني اني اخذه مع موية على اساس والله يعني يحفز يعني السوائل في جسمي ويقوي المناعة، طبعا على حسب الكلام اللي هو مكتوب. ماني متأكد، ماني دكتور، ما راح اتفلسف عليكم كثير، بس اللي متأكد منه ان طعمه راح يكون مرة حلو، فخلوني اروح اجيب موية واخلط هذا الشيء معاه. فدقائق واجيكم. عندي هذه الزمزمية يا شباب، مدري الشيكر اللي انا اساسا استخدمها في النادي واخلط فيها يعني البي سي اي اللي هي الاحماض الامينية المتشعبة، حقين النادي يفهمون. anyway حطيت فيها الكمية اللي هو كاتبها هنا اللي هي 3 أونصات من الموية، ودحين بخلط المنتج حقنا معاها. بسم الله، ريحته يا واد عنب الريحة مرة عنب كذا، عنب مع شيء كذا غريب شوكولاتك، يا سلام. اوكي حان وقت الشرب. أوه بوي، الريحة يا عيال، الريحة يا عيال غريبة، ولكن بسم الله. أوه واو، أوه واو، يا كذا خضار مع عنب، كذا أحس إني قاعد أشرب بروكلي. الهرجة إن هذا فيتامينات طلع، وأنا أكره الفيتامينات أساساً. خلوني أمرض، ما أبغى فيتامينات، ما أبغى الصحة. لو كان هذا الشيء بيقوي مناعتي أنا ما أبغى مناعتي تتقوى، خلي مناعتي ضعيفة. يا عيال الطعم مستفز. بروح أشرب موية وأجي أحسن. المنتج الثاني عندنا هنا برضو فيتامينات، يا الله أنا ليش قاعد أكل فيتامينات، مدري أشرب فيتامينات. بس الحلو في هذه الفيتامينات إنها جاية كأنها حلاوة، فخلوني أفكها. طبعا إيوه برضو بالعنب. بسم الله، الله الله، هذا المنتج مغلف بطريقة مرة حلوة ومكتوب عليه كلمة كيدز. كيدز معناها أطفال، فشكله هذا يعني لعبة على الأطفال عشان توكلهم فيتامينات كذا، ذكاء عارفين. شوفوا الشيء كيف جاي غريب يا شباب. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، كأنه هذيك الحلاوة الإنجليزية، عرفتوا هذين اللي لا حلاوة ولا هي لبان. هذا والله طعم، يا سلام. طبعا برضو فيه له طعم خضار بس يعني أقل من هذاك. الفيتامينات هذه حلوة، الفيتامينات هذه جيدة يا شباب وطعمها حلو. طبعا فيها جرعة عالية من الفيتامينات، لو تلاحظون هنا فيها أشياء مرة كثير. حبيت هذا الشيء، حبيته. أوه ماي جاد، أخذت كمية فيتامينات تكفيني سنة قدام. المنتج اللي بعده هنا هذا اسمه درينك ستيكس، اللي هي على حد علمي يعني منكهة للموية. فكرتها طبعا انك تخلطها مع موية في كمية تقريبا 16 اونصة. طبعا ما ان المنتجات جاية من امريكا فبالتالي يقول لك بالاونصة وليس بالملي لتر، فبروح اخلطها مع شو اسمه هذا، مع 17 ملي لتر 17 اونصة عفوا. بغسل الزمزمية حقتي اول شيء بعدين برجع لك. انا جيت عبيت الزمزمية هذه المرة 17 اونصة، اوكي. طيب بسم الله. أو واو،
أوه واو. المويه صار طعمها حلو وفيها ريحه عنب لذيذ. والله ممتع ذا الشيء. اقدر اشرب منه للابد. احس اني كثرت شوي. عموما المنتج هذا حلو. المنتج اللي بعده عندنا هنا وهي جوزة قلب الحصان مع بذور العنب. ما اعرف هذا الشيء ايش هو وايش فوائده وايش ممكن يسوي لي صراحة او يضيف لحياتي، ولكن ابجربه على اي حال. برضو فيتامينات يا عيال. خلاص بطفح فيتامينات، والله المناعة صارت فل. احس اني صرت مرة قوي كذا، ابقلب دحين لوني بيقلب بنفسجي. طبعا هذا المنتج يجي على صيغة حبوب. هذه حبة هنا، بسم الله الله يستر. أعلمكم الفوائد بعد 5 أيام من الاستخدام المتواصل. ذكروني كذا بعد 3-4 مقاطع أعلمكم فوائد جوزة قلب الحصان. المنتجات اللي بعدها عندنا هنا شامبو إيطالي بنكهة العنب، وهذا بلسم برضه من نفس الشركة، بلسم إيطالي بنكهة العنب. أنت تعرفون أنا شعري ذوق، أنتم شايفين شعري اليوم مرتب يعني وكذا، فلازم يعني أضبطه، أجيب له شامبو يعني بنكهة العنب وبرضه بلسم بنكهة العنب، يعني عشان يصير بدل ما يطلع لي شعر تطلع لي زهرة العنب هنا فوق، باستخدام بذور العنب مع جوزة قلب الحصان اللي استخدمتها قبل شويتين. هذه محاولة فلة بائسة يا عبد الله. اللي ما عجبته الفلة حقتي لا تسوي شيء. كنت بقول لك سوي ديسلايك، بس لا لا تسوي ديسلايك، اذا بتسوي سوي لايك بس. عندي هذا المنتج برضه، هذا ستيفيا بس بنكهة العنب يا شباب. اللي ما يعرف ايش هو الستيفيا، الستيفيا هذا المحلي حق اصحاب السكري، الناس اللي عندها دايابيتيز او مرض السكر ما تقدر تستخدم السكر، فبالتالي تستخدم منتج اسمه ستيفيا. هذا نفسه بس اللهم فيه له نكهة عنب. لاحظوا ان كل المنتجات اللي انا قاعد اجربها الحين منتجات صحية، فبالتالي برضه بسحب عليه. الآن هذه منتجات اي هيرب خلصت، تعالوا خلونا نجرب منتجات السوبر ماركت المحلي. بسم الله. اول منتج عندنا هنا وايلد بيري دروبس، ومعنى هذا الشيء يعني قطرات التوت البرية، ومكتوب هنا برضو انه في لها يعني عصير فاكهة طبيعي. الفكرة انه هذا الشيء عبارة عن حلويات مصنوعة من عصير الفواكه نفسها، فمثلا هنا عندي هذا اللون مثلا مصنوع من التوت، حصل اللون الثاني مصنوع من المشمش. اللون بالنسبة لكم يمكن ما يكون مرة باين، بس لو قربتها من الكاميرا بتشوفوا فرق. يا صح؟ في فرق؟ يس. فخلوني اجرب اللون الداكن. بسم الله. انترستينج. حلاوة عادية، طعمها شوي غريب بس انها حلاوة بالاخير. احس اني ما حقدر اكملها، فبالتالي بطلعها. الثاني اللي عندنا هنا هو ستريبسلز بالعنب. طبعا ستريبسلز اللي ما يعرفه، هذا الدواء هو اللي نعامله احنا معاملة الحلاوة، هو دواء مفروض انه يعالج يعني الام الحلق والزكام والى اخره، بس احنا نستخدمه على انه حلا. اوكي، هذا هو الستريبسلز هنا شباب. طبعا يؤسفني اني اكل حلاوة دواء بعد ما اكلت حلاوة عادية، ما اعرف ليش بس احسها حارة. صح. لا. اوه واو، اوه واو، احس اني ابغى ادمع. اوه واو. شباب. يا الله، والله العظيم لو اني مزكم كان دحين خلاص صرت مصحصح. ما اقدر ما اقدر. اوه بوي، ما اقدر اتحمل شباب، حارة حارة مرة. عندي هنا مزيلات عرق. شباب الفيديو هذا على وشك انه يصير فيديو زائد 18، بس عشان انت تتحمله خلاص. عندي هنا مزيل عرق طلع بنكهة الحبحب، وانا على بالي انه بنكهة العنب، بس كيف مزيل عرق بنكهة الحبحب انا ما اعرف، بس عموما كلها فواكه خلاص، على الاقل ارحم من الفيتامينات. وهنا عندي مزيل عرق ثاني بس هذا بنكهة الفراولة، وكاتبين عليه الاحساس اللذيذ. يا قسم التسويق. مو كذا تسوقون لمزيل العرق، والله العظيم انا متاكد انه ما في اي احساس لذيذ في مزيل عرق. والله. اوه بوي. ما ادري، بس اللي اعتقد اني انا على وشك اني اجرب هذا الشيء على فيديو يوتيوب. ايش ما عندك ذوق انت يعني ولا ايش؟ ما حجربه قدامك اكيد، اكيد ما حجربه في اليوتيوب، ابى اجربه ايوه بس مو قدامك يعني. فهذا يتاجل لبعدين، هذه المنتجات كلها تتاجل لبعدين. ربعنا قاعدين يفشلونا، فشلتنا فشلتنا ربعنا فشلتنا. الفيتامينات كانت ارحم والله العظيم. هذه حلاوه يا شباب فكرتها مره غبيه. الفكره انه بتفك الغطاء هذا زي كذا، الحلاوه بتطلع كانها شو اسمه الحمره هذيك، عرفتوها؟ احمر الشفاه، كانها احمر الشفاه. حلاوه كل حسب بشكل عادي، حلاوه عاديه يا شباب. بعد ما تخلص ترجعها وتقفل. اوه بوي، منتج طفولي صح. عبود ايش فيه عبود، ليه تشتري منتجات زي كذا؟ هذا انا، هذا انا ايش مفروض اسوي فيه؟ الفيديو قاعد يصير غريب يا شباب والله العظيم. اخر منتجين عندنا هنا، واحد حلاوه اسمها سباوت، ما اعرف هذا الشيء شو هو صراحه، بس شكله يعني كذا من الحلاوه هذيك اللي تعطي ريحه والخ، وانا اكتفيت من هذا الشيء صراحه بعد الستريبسلز. وهنا عندي اللبان اللي انا احبه، لبان بالعنب. لما انا احب العنب شويتين، فاللي يحبون العنب يعني
احبكم. عاد اعتقد انه كثيرين يعني فيكم يعرفون هذا المنتج ف ما يحتاج اني اجربه. ومع هذا المنتج اعتقد اني كذا بكون خلصت منتجات العنب الغريبة اللي انا قاعد اختبرها واجربها اليوم. اوه بوي، تجربة ما حتنعاد، يمكن تنعاد بس بنكهة ثانية، نكهة ارحم من العنب، لان العنب صراحة غريب كذا، كأنه شيشة، كأنه داخل كافي. الزبدة. يعطيكم الف عافية على المشاهدة يا جماعة الخير، اتمنى يكون هذا الفيديو اعجبكم، في حال اعجبكم حطوا لايك وبرضه اشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين، اتركوا لي تحت اذا في منتجات غريبة من نكهة معينة تبوني اجربها، احتمال مثلا اسوي منتجات بنكهة النعناع او والله منتجات بنكهة البرتقال ولا الاناناس ولا الموز، فاكتبوا لي تحت في التعليقات او والله كلموني حتى على حساباتي في السوشيال ميديا، ارسلوا لي روابط منتجات وانا راح اجربها. يعطيكم العافية، انا عبد الله جميل، حساباتي في السوشيال ميديا تطلع قدامكم دحين، تابعوني عليها وخليني اشوفكم باذن الله في الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.